طيب اكيد النادي الاهلي بعد قرار عدم المشاركه في كاس الرابطه اصبح دلوقتي امامنا مباراه مهمه جدا بعد حوالي اسبوع او بنتكلم في حوالي 9 ايام، مباراه الاهلي والهلال السوداني في الجوله الحاسمه والاخيره من مباريات دور المجموعات والمؤهله ان شاء الله باذن الله الى الدور ربع النهائي. قلنا طلعنا معاكم يوم الاثنين اول امبارح واتكلمت وقلت كل الاخبار اللي كانت بتتكلم على مباراه الاهلي والهلال غير صحيحه، وقلت وقتها لم يتحدد ميعاد ولا مكان ولا توقيت ولا حكام المباراه كمان، في ظل ان كان في اجتهادات كتيره قوي اتقالت ان مملكه سيما الحكم الاثيوبي، ويمكن معظم الاخبار دي كانت صادره من خلال بعض الصحف السودانيه. كمان طلعت وقلت فكره ان المباراه تتلعب يوم 2 ابريل او 3 ابريل الكلام ده غير وارد تماما، لان معروف ان دوري ابطال افريقيا مبارياته 31 مارس او 1 ابريل. الحمد لله يمكن بالامس القرار صدر بشكل رسمي وتم اعلان كل التفاصيل. المباراه هتتلعب يوم 1 ابريل الساعه 9 في استاد القاهره الدولي. كمان تاكيدا لنقاط مهمه متعلقه بمباراه الاهلي والهلال، الجهات الامنيه بالامس اعلنت عن حضور 50,000 متفرج في هذه المباراه الكبيره جدا، نتمنى التوفيق يا رب باذن الله ان يكون في حضور جماهيري مميز، تخرج المباراه لبر الامان، الجمهور يحضر ويشجع ويساند ويؤازر بشكل طيب جدا عشان نشوف مباراه كبيره للنادي الاهلي وتكون حاسمه ان شاء الله وفاصله في التاهل باذن الله. زي ما انتم شايفين على الشاشه ده قرار وموافقه الجهات الامنيه اللي تم الاعلان عنه بالامس، ومن خلاله وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحيه للسيد محمود توفيق وزير الداخليه على خوض هذه المباراه. كمان مجلس اداره الاهلي اكد على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الامن في كل المواقف وما يتحملونه من مسؤوليات لدعم المؤسسات الرياضيه خاصه عند تمثيلها للبلاد في المحافل القاريه. دي نقطه مهمه جدا بخصوص مباراه الاهلي والهلال السوداني، وطبعا لسه بقى عندنا مساحه وقت، يعني كولر ان شاء الله هيرجع بكره من الاجازه والراحه السلبيه. يوم الجمعه تاني يوم رمضان هيكون اول التدريبات للنادي الاهلي ان شاء الله استعدادا لخوض مواجهه الهلال السوداني. من الجمعه للجمعه فتره اسبوع كامل الاهلي هيستعد من خلالها لمواجهه الهلال، ولكن في الفتره دي كل اللعيبه الدوليين هيكونوا مع المنتخب، مش هيرجعوا الا على يوم الاربعاء قبل ان شاء الله مباراه الهلال بحوالي 72 ساعه. طيب عموما هنكمل بقى فقرات برنامج الترند، لكن نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل.